فلسطينيين عمرهم ولا كانوا إرهابيين. فلسطينيين ما همش إرهابيين. فلسطينيين اللي دافع على الحق بتاعه ودافع على وطنه ودافع على استقلال وطنه ما هوش إرهابي. احنا في حرب التحرير كانوا يقولوا علينا إرهابيين، وتتذكروا الكلمة الشهيرة اللي قالها العربي بن مهدي رحمه الله وطيب ثراه، قالوا له مش عيب عليكم تديروا القنابل في القفة؟ قال اعطيني الطائرات نتاعك انا اعطيك القفه نتاعي.